السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم وصفات ام سلمى. نتمنى تشاهدوا الفيديو بصحه جيده. اليوم ان شاء الله بنشارك معكم طريقه ديال طياب خروف. شاركت معكم يعني طيبت معكم الام ديالي وخالتي. هذا الخروف درناه في العقيقه ديال بنت خويا، جا المذاق ديالو رائع، وغنشارك معكم يعني التوابل المضبوطه يعني بالعبار. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا مناسبه ديال العقيقه او خطبه وتبغوا طيبوا كخروف وتبغوا التوابل المضبوطين، اليوم شاركت معكم جميع الاسرار باش يجيكم زوين. غير تبعوا الطريقه ديالنا، راه الضيوف عجبهم يعني الطياب وجفتي اللحم وجرائع في المذاق ديالو. يعني هاد الخروف النصائح اللي نقدم لكم باش يجيكم اللحم ديالو زوين وفتي، بان نهار تكون هذيك المناسبه حنا جبناه نهار قبل وذبحناه في الصباح وبقى حتى الغد ليه، يعني عاد طاب بين ما نشف ويعني ويجي يعني كينشف قد ما نشف قد ما كيجي مزيان. جبناه بطبيعه الحال كما قلت لكم نهار من قبل، ذبحناه في الصباح وفي العشيه الاب ديالي والزوج ديالي قردوه. كما كتشوفوا شاركت معكم مقتطفات من التكرات ديال هاد الخروف، يعني بالنسبه للناس اللي تيصعب عليهم كتقطع ديال الخروف شاركت معكم مقتطفات. كنبداو بالفخاد هما الاولين والكتاف، عاد كندوزو للسلسول والظهر. يعني كما كتشوفوا طريقه واضحه، غير تبعوا معايا الفيديو الاخير يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله. المهم انا خليتكم مع مقتطفات من التقطاع غير باش الناس اللي ما تصعب لهم يقطعوا الخروف. كما كتشوفوا هنا انا معاون الزوج ديالي والاب ديالي. هنا صافي بعد ما قطعنا الخروف كامل راح حطينا فوق الطابله وغطيناه وخليناه حتى الصباح، يعني كان الجو بارد. الا كان الجو بارد يعني غير غطيوه كبشي زويف وخليوه، الا كان الجو سخور غديرهم بطبيعه الحال في الثلاجه لتحت غير ما تكونجلاش، يعني الا تكونجلا راه تيجي المذاق ديالو شويه في شكل. صافي هنا نخليه حتى الصباح ان شاء الله ونتلاقى معكم باش يعني انا خليته حتى الصباح، اما الفيديو راه درت لي المونتاج يعني مزدي، خليناه حتى الصباح بهالطريقه هكا مغطي وعاد ندوز معكم ان شاء الله باش نطيبوه. كما كتشوفوا عندنا هنا اللحم ديال الغنمي قطعناه، شاركت معكم التقطاع ديالو، يعني خروف كامل. وهنايا كندير الثومه، الثومه غتشدها طحن في الخلاط الكهربائي. كما كتشوفوا هنا تقريبا واحد جوج كركوبات ديال الثومه كاملين يعني مقطعين. صافي دابا غنطحنوها. غنديروا واحد شويه ديال الماء، هنا الثومه مع واحد شويه ديال البصله غير واحد شويه، نطحنوها ونرجعوا معكم. هنا صافي طحنا الثومه كما كتشوفوا، غديرها جميله. هنا رديت واحد الضامه ديال الزعفران غير وحده، غتزيد مازال غتزيد مازال واحد ثلاثه ها هما غير صبقات بهذه. صافي هنايا الكميه اللي غنطيبوا فيها، غير هكا بغيت ديروها كخروف تكون واسعه، يعني اللحم ما يجيش شي فوق شي، خاصو يجي يعني طبقه وحده باش ماشي تحتاني يتحرق ليكم والاخر يعني يطيب بزاف والاخر يبقى شاد. جانا كثير جميله، وحنا غنشوفوا هذه عندنا كبيره كما كتشوفوا، ولكن جانا كثير غادي نقصف جميله اخرى تنديروا القوام يعني طبقه وحده. زيت القدام اخاتي، زيت لي القدام، وانا نزيد الطويمه ديال الزعفران اللي قلت لكم بحال المجموع ربعه. هنا نديرو سكينجبير، هنا سكينجبير كما كتشوفوا كنديرو هاد المعلقه ديال الاكل الكبيره، كنديرو ثلاثه كبار. كما كتشوفوا ها نديرو الخرقوم بلدي حتى هو ثلاثه ياك، لا جوج كبار. زيد قدام خاصك نديرو جوج كبار سي. صافي صافي جوج كبار كما شفتو، يكونوا يعني عامرين ما يكونوش مسوحين. هنا لي بزار حتى هو شحال من وحده، جوج معالق كبار. السمن، هنا نديرو السمن الحار، نديرو هكا معلقة كبيرة ديال السمن الحار. هنايا القرفة إلا كانو عواد ديرو معواد، حنا ما نسينا ما تقديناها ودابا كلشي ساد. غدير تقريبا واحد معلقة صغيرة، يعني نص معلقة كبيرة، يعني جابت معلقة صغيرة. كما كتشوفو صافي كتخلطو هادشي كامل، نجيب لك شويه الماء
انا زدنا واحد الكاس ديال الماء باش تخلطوا هاد التوابل. صافي انا ما زدنا الماء، غادي ندير واحد نص معلقه كبيره ديال المروزيه ديال اللحم، هي هادي. صافي غنزيدوها، ودابا غنزيدوا الملحه. غنديروا تقريبا المعلقه هكا كبيره، وواحد ضروري ما تيذوق ملي تيطيب الحاجه نشوف. صافي دابا نخلطوا هادشي كامل ياك. الزيت تم تاي شويه تيتقلى تاي يطيب شويه، وعاد نديرو الزيت، زيت العود. صافي انا بعد ما خلطات غادي تبدا دوزة اللحم، نضغمو في هاد العطريه كامله. صافي غنصامرو بحال ما هكا نكملو هاد الكميه ديال اللحم اللي عندنا، وديك الساعه ان شاء الله غادي نكملو معكم الفيديو. كما كتشوفوا هو اللحم ديالنا، كما كتشوفوا جا هكا ما جاش معرم على بعضياته. السر ديال اللحم ديال يعني اللي بغيت ديرو كشي مناسبه ما يكونش معرم، هكا يكون طبقه وحده، ولا كانوا غير شي لحيمات الفوق، يعني الا جا فوق شي فوق شي ما غيطيبش مزيان. صافي هنا غادي نزيد واحد كاس ديال الماء هكا، بركه ياك غير الكويس يطيب فيه. انا غنزيد كاس، غنزيد كاس اخر الماء القياس باش يطيب فيه. وهنايا حنا درنا الفرينه باش طيب الفاخر، الفاخر راه كيجي مسروع فيه اللحم يعني حسن من البوطاكاز، ويكون هكا الفاخر شاعل مزيان هكا زاهر باش يطيب مزيان. هنا حطيناه، حطينا فوق الفرينه. صافي غادي يطيب، غادي يتشحر، تيتشحر بحال يتشحر من الجهات الحسانيه، ونقلبو نقلبو عاد نزيدو ليه داكشي اللي بقى لينا. وراه ماشي غير هذا هو الماء اللي غيطيب فيه، يعني تطلع فيه الغليه ويتشحر ونقلبو، عاد نزيدو الماء الكافي فاش يطيب. هنايا اللحم بعد ما كما كتشوفوا طلعت فيه الغليه وتشحر، صافي تنقلبو على الجهه الثانيه. تكون هكا شي فرشيطه بحال هادي هكا اللي كيكونوا عندها جوج يعني غير سنينات، تتقلبوا بها كتخشيوه وكتجروا الحيمه. صافي غادي نقلبوا هاد اللحم كامل وعلى الوجه الاخر، وان شاء الله نتلاقاو معكم باش نكملوا داكشي اللي بقى لينا. هنا بعد ما قلبنا اللحم كامل، صافي غنديروا قياس ديال الماء، زدنا واحد الاطرو ديال الماء الفرشيطه، غنزيدوا مازال باش يطيب اللحم. فاش غيطيب كنصبوا في الماء. صافي غادي نزيدو مازال اللحم، غنزيدو الماء عفوا، وغنزيدو البصله. عندنا البصله قطعنا واحد ثلاث البصلات كما كتشوفوا، هما ثلاث البصلات اللي قطعنا. ما تكثروش البصله حيت البصله تسرون لاصوص، خاص يكون يبان نقي ويبان زوين. غنزيدو كما قلت لكم الماء. صافي تقريبا مازالت واحد جوج ايطرو ديال الماء، وتقريبا في الاول درنا واحد ايطرو تقريبا في الاول. صافي زدي خالتي زيدي البصله. البصلات كل يوم شتي ثلاثه البصلات، ها ثلاثه ديك اليوم. هنا كما كتشوفوا القزبر معدنوس، راه غير قبطناه، غير كنا حاطينه مع البصله وفلتوا لنا هاد العريشات. انا كازي الزيت كما كتشوفوا، زيت العود، زيت الزيتون. هاد الكاس راه شويه كبير، ماشي كاس العنبه، شويه كبير يعني تقريبا ما يعادل واحد كاس ربع ديال العنبه. صافي واحد الكبيطه ديال القزبر مقبطه، ما كنقطعوش باش ما يجيش لاصو خضر. صافي دابا كنخليوه يطيب، ومره مره هكا تنحركوه غير من بلاصتو بهاد الطريقه، غير كنزعزعو هاد الحيمات باش ما يتنسقوش لينا في هكا تخشيهم وتحركو فيهم. هادي خالتي. صافي ونخليوه يطيب. كما كتشوفوا الفرن راه شاعل مزيان، يعني الفاخر خاص يكون زاهر يعني شاعل مزيان. صافي نخليوه يطيب ان شاء الله ونكملو معكم الفيديو. صافي كما كتشوفوا مشاهدينا، دابا اللحم راه طاب، خلي ما زدناش داك الماء اللي درنا في الاول، راه كان كافي. تقريبا طاب في جوج ايطرو ديال تقريبا شحال شي جوج طرونس هكاك تقريبا اللي طاب فيه. كما كتشوفوا الشكل ديالو طايب، درنا راه خاصني نكمل شويه ديري باش نشوفو راه طايب. تقريبا المده اللي باش استغرقنا تقريبا شي ساعتين ونص هكاك، يعني على الفاخر. الا كان الحم شويه شاد، الا كان صغير ساعه ونص يطيب، ساعه ونص يطيب كما كتشوفوا. واخا البخار ما جاش ولكن راه جا محمر وجا زوين. صافي دابا راه واجد ان شاء الله، ولاصوص تخليوها شوف كما تشوفوا التغميره راه خاسره.
الزيت الزياده اللي درنا ديال الزيت، خصوصا الا كان اكل اللحم يدم فيه الشحمه ديروا الا كان ما يدمش ديروا كاسون تقريبا هكا كبير. ايوا شوفوا هذا الشكل ديالو صافي. دابا غادي ان شاء الله بما تجمعوا الناس وهذه مناسبه ديال العقيقه غادي نحطوا ان شاء الله. وعرفوا بالصفه كنطيب حداه كما كتشوفوا مره اخرى ان شاء الله ونشاركها معكم. صافي هنا غنبداو كما كتشوفوا اللحيمات بعد ما حيت قبل ما شفتوش كان البخار دابا غنبداو نحطو. صافي هنا خالتي كتبدا تحط صافي يعني باين الحطان وصافي وكرافقوا بالبرقوق. البرقوق تاع بحال عسلناه راه باين التسال ديال البرقوق. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالو. وها الام ديالي معاكم كما كتشوفوا دابا هذا هو الطبق النهائي ديال اللحم ديالنا. هذه العقيقه ديال بنت ولدي تنتمنى من الله تعجبكم. هذا الشيء راه زوين هكايا بدرجه معتبر. نتمنى ديروه تاكلوه بالصحه والسلامه. بالسلامه عليكم. السلام عليكم يا